اللقاء اللي هو القمة ديال المرأة التجمعية واللي غادي يجمع يعني المشاركات من كل أقاليم والجهات ديال المملكة. وشفنا واحد المسار ديال التحضير ديالو على صعيد ديال الأقاليم وصعيد ديال الجهات، وهذا الشيء كيدل على المكانة والأهمية اللي كيوليها الحزب المرأة، والمشروع المشروع السياسي ديال الحزب كيوضع المرأة في قلب المعادلة ديال التنمية. وهذا العمل هذا غادي يخلينا من التمكين السياسي ديال المرأة اللي هو التمكين الحقيقي باش يمكن لها توصل للتمكين الاقتصادي والتمكين المجتمعي، لان خصها توصل لمراكز القرار. وشفنا عدة نجاحات يعني في هذه الفترة هذه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.